البلوغر صوفيا بالمان صاحبة تصريحات العنصرية ضد كوتيفوار لا تمثل الجزائر ولا الشعب الجزائري بألفاظها القبيحة والمشينة والتي استفزت من خلالها الشعب الإيفواري الصديق ومنحت الفرصة للذباب المخزني لكي يستغلها بطريقة سيئة ومسيئة للجزائر. اليوتيوبر صوفيا سافرت إلى كوتيفوار بمحض إرادتها، يبدو أنها لم تجد من فكرة مثيرة تحقق لها مشاهدات كثيرة غير محاولة خلق فتنة بين الجزائريين والإيفواريين الأشقاء، ولها سوابق من قبل في سفرياتها إلى بلدان إفريقية شقيقة عبر إطلاق فيديوهات شعبوية بدون مراعاة عواقبها. الجزائر بكبرها وقوتها تحترم جميع الدول والشعوب، وخاصة التي تربطنا بها صلات وثيقة كالدين والجغرافيا والتاريخ. الشعب الجزائري شعب كريم وليس ناكرا للجميل، يقدر كثير من الشعب الإيفواري المضياف الذي فتح له أبوابه واستقبله بحفاوة. خرجة صوفيا لا تمثل الجزائر ولا أخلاق الشعب الجزائري المسالم، وعلاقة الجزائر وكوتيفوار تاريخية وقوية حكومة وشعبا. ما قامت به صوفيا فعل فردي منعزل وأرعن لا يعكس نظرة الجماهير الجزائرية لساحل العاج والأجواء الرائعة التي يعيشونها في الكعن. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.